السلام عليكم أخوان، إن شاء الله تكونون بخير. لح نشرح الكارديو فاسكولار فيسيولوجي. تمام، هاي المحاضرة الأولى. General function of CVS. The normal function of CVS to maintain homeostasis, constant optimum internal environment. Thus, in spite of continuous metabolic activity of the tissue cell, homeostasis is maintained by continuous adequate blood flow to the tissue. يعني بصورة عامة إنه الوظيفة مالت CVS هي الحفاظ على التوازن. Constant optimum internal environment يعني بيئة داخلية مثلى، إنه هي مثل ما نعرف راح تزود البادي كله بالبلاد، فلح تحفظ التوازن مثل البريجر وهاي. Thus in spite of continuous metabolic activity of tissue cell. الميتابوليك للتيشو سيلز، التيشو سيلز لما تحتاج انه تسوي ميتابوليزم، فهي شنو تحتاج؟ تحتاج الاكسجين. الاكسجين من يجيها؟ يجيها من البلاد، فهذا يساهم به التي في اس حتى يسوي التيشو سيلز حتى تسوي ميتابوليزم. فانه اول شيء تحتاج للبلاد على مود يزودها بالاكسجين، وهذا الشيء منتهين منه. Homeostasis is maintained by continuous adequate blood flow to the tissue. Okay. Then, the cardiovascular system is a closed system in which the blood circulation through the body. عندنا الكارديوفاسكولار سيستم لح يكون كلوزد. شلون كلوزد؟ هسه مثلا باقي السيستمز بالجسم، مثل عندنا الريسبيراتوري سيستم، مثل عندنا الجي اي تي، ها راح تكون اوبن سيستم، يعني مفتوحه. مثلا هسه الجي اي تي راح يكون مفتوح من قبل الماوث، فاما سي في اس راح يكون كلوزد سيستم. شنو يتكون؟ يكون من الهارت، البلاد فيزول والبلاد. The heart is the great central pump of the CVS. هو يعني شو راح يكون؟ إنه central part من ال CVS هو يمثل central pump، مضخة، لأن هو اللي راح يزود البلاد للفيزول. The heart is relatively small, roughly the same size of your closed fist. الهارت راح يكون small، صغير، الحجم مالته تقريبا مثل قبضة اليد هيك. زين، location of the heart، هذا بالنسبة للوكيشن مالته. Superior surface of the diaphragm. اوكي، متفقين انه هو موجود فوق الدايفرام. Left of the midline. Anterior to the vertebral column. Posterior to the sternum. Between the right and the left lung. فهسه هو موجود superior surface من الدايفرام، تمام، موجود على left side من المدلاين، موجود anterior من الvertebral column، موجود من posterior to the sternum. Okay, between the right and the left lung. لذلك left lung راح تكون أصغر من right lung، لأنه ال heart يقع بين ال right وال left lung. The covering of the heart. هاي layers مالت ال heart من شنو يتكون؟ أول شيء ال pericardium. شنو هي ال pericardium؟ هي عبارة عن double wall sac that surround the and protect the heart. Double هي راح تكون تتكون من two layers، هاي البريكارديوم، وتكون عبارة عن ساك راح تغلف أو تحيط بالهارت. الوظيفة مالته شنو هي؟ تسوي protection، تسوي protection للهارت. زين، هاي الوظيفة رئيسية، إنه تسوي protection للهارت. The functions of the pericardium.
شنو هو البيريكارديوم الوظائف مالته؟ Protect and encourage the heart. راح اسوي اتفقنا نسوي له Protection ويسوي encourage the heart، يعني شنو نسوي؟ تثبيت، تخلي الهارت يبقى ثابت بالموقع مالته، لانه لما ينبض الهارت هو بامب، لما ينبض على مود يدخل دم ما راح يروح لليمين او لليسار، يتحرك بالمكان مالته. فمن اللي يثبته؟ يثبته البريكارديوم. Prevent overfilling of the heart with blood. اوكي، اتفقنا انه لما ينبض الهارت على مود يسوي بامبينج للبلاد يمتلئ ويتفرغ من البلاد، هو ما يتفرغ تماما. فهسه هذا البيريكارديوم تمنع انه يمتلئ تماما بالبلاد، overfilling of the heart with blood. اوكي، allow for the heart to work in relatively friction free environment، يعني انه تخلي الهارت يشتغل بدون احتكاك، تمام، يعني انه ما تسمح له يحتك بالأورغانز المحيطة به او هاي، لانه هي تغلفه، هاي البيريكارديوم تغلف الهارت. زين، layers of the heart wall، من كم layer يتكون ال wall مالت ال heart؟ The heart is a hollow muscular organ. اوكي، muscular organ نعرفه انه ال heart يتكون من muscle اللي هي ال cardiac muscle. Its wall are composed of muscle called cardiac muscle. اوكي، or نقدر نسميها ال myocardium which is lined by endothelial layer called endocardium. لاين يعني راح تكون محيطة، تحيط بها endothelial layer، شنو نسميها؟ نسميها endocardium. In contact with the blood inside the heart cavity، يعني هاي المايوكارديوم ما راح تحتوي من الداخل على chambers، فها راح تسوي له lining، هاي الendothelial layer اللي هي الendocardium راح تسوي lining للمايوكارديوم، فهي اللي راح تكون in contact، يعني هاي الاندوكارديوم هي اللي راح تلامس البلاد داخل الهارت كافيتي داخل الشامبرز. And covered by thin layer called epicardium اللي هي visceral layer of pericardial sac. ومن الخارج هاي المايوكارديوم من الخارج راح تتغلف بthin layer نسميها الepicardium، تمام. فهسه المايوكارديوم هي اللي راح تكون الطبقة الوسطى اللي هي الكاردياك ماسل، راح تكون الطبقة الوسطى من الهارت الى الداخل منه اندوكارديوم. اندوكارديوم اللي راح تتلامس ويا البلاد، تمام، وراح تتغلف من الخارج بالإبيكارديوم. بالإبيكارديوم، تمام. هسه هذا شنو هو الإبيكارديوم؟ يعتبر الفيزيرال لاير اوف بيريكارديال ساك. احنا اتفقنا انه الهارت راح يكون يحيط به من هو؟ البيريكارديوم، البيريكارديال ساك اللي من شنو يتكون؟ يتكون من تو لايرز، الداخليه اللي نسميها visceral layer هاي تكون تغلف الإبيكارديوم اللي هي الطبقة الخارجية من الهارت. من هي؟ visceral layer of pericardium. visceral layer of pericardium هاي راح فهسه الطبقة الداخلية من البريكارديوم، البريكارديال ساك، الطبقة الداخلية منه اللي تغلف الإبيكارديوم، شنو سميناها؟ سميناها الفيزيرال لاير، تمام. والطبقة الثانية اللي يعني وين تكون؟ متلامسة ويا الكافيتي اللي راح تحيط بالهارت، راح نسميها البرايتال لاير، تمام. فهسه الوولز مالت الهارت عرفناها اللي هي المايوكارديوم، وهاي الطبقة الوسطية مالته، اللايرز الوسطية، إلى الداخل منه أكو إندوكارديوم، إلى الخارج من المايوكارديوم أكو الإبيكارديوم، تمام. والبيريكارديوم اللي هي قبل شوية سولفنا عنه،
انه متكونه من 2 layers، الداخليه منه اللي تكون in contact with epicardium نسميها visceral layer، الخارجيه منه اللي تكون متلامسه ويا الخارج مالت الهارت شنو نسميها؟ نسميها parietal layer. زين هسه الابيكارديوم اللي هي الاكسترنال لاير، الابيكارديوم الاكسترنال لاير الطبقة الخارجية من الهارت واللي تعتبر الفيزيرال لاير اوف ذا سيروس بيريكارديوم. هاي اتفقنا لانه البيريكارديوم يتكون من 2 لايرز، فالداخلية اللي هي الفيزيرال لاير اللي تكون in contact with epicardium والparietal layer اللي تكون إلى الخارج، تمام؟ فهاي الاكسترنال لاير. الميدل لاير اللي هي الميوكارديوم اللي هي المسل الكاردياك مسل لاير forming of bulk of the heart، تمام؟ هي هاي الكاردياك مسل الميوكارديوم هي اللي راح تكون الرئيسية مالت الهارت، يعني هاي اللي راح تكون thick بمناطق تكون thin بمناطق، يعني حسب الشامبرز اللي تحتاج contraction أكثر، فهي هاي الرئيسية. بينما الإبي والإندوكارديوم لا راح تكون thinner than the myocardium. إندوكارديوم اللي هي الانر layer اللي اتفقنا endothelial layer هاي اللي تكون in contact with blood، تمام؟ in contact with the blood. Endothelial layer of inner myocardial surface. Okay. External heart. Major vessel of the heart. الفيزل اللي تكون متصلة بالهارت. اللي هي الميجر فيزل الرئيسية. ياهي. أما تجيب blood للهارت أو تأخذ بلاد من الهارت، يعني تكون باتصال مباشر بالهارت اما تجيب له البلاد او تاخذ منه البلاد، فهي نسميها الميجر فيزول اوف ذا هارت. مثل عندنا الايورتا، مثل عندنا البالمناري ارتري، مثل عندنا البالمناري فين. هاي زين فهسه هاي الى شنو تقسم؟ تقسم الى فيزول returning blood to the heart include الفيزول اللي مثل ما اتفقنا الفيزول اللي تجيب بلاد للهارت. منو ال right and left pulmonary vein. اوكي هاي ال pulmonary vein ال right و left اللي يجيب blood لل heart و superior and inferior vena cava. هاي ال right و left pulmonary vein راح تجيب ال blood لل heart من ال lung اللي هو right و left lungs، راح اجيب ترجع البلاد من الرايت اند ليفت لانج وتجيبه للهارت. هذا راح يكون البلاد مالته راح يكون يحتوي على اكسجين، اوكسجينيتد بلاد، مثل ما نعرف انه الفينز نون اوكسجينيتد بلاد، بس هاي الفينز الوحيده بالجسم الرايت والليفت راح تحمل اوكسجينيتد بلاد لانه راح ترجع من اللانج، تمام؟ وين تتصل هاي؟ تتصل بجهة الليفت، بالليفت سايد. زين superior and inferior vena cava هاي تجمع البلاد من الجسم all body من superior والinferior body، وراح تجي وين؟ تجي تتصل بالright side of the heart، تمام؟ هاي الفينز الرايت اند ليفت بولمونري فين راح تتصل بالليفت اتيريوم لانه هذا الاكسجينيتد بلاد بالليفت، لانه راح يكون نقي بالليفت سايد اوف ذا هارت. والسوبيريور اند انفيريور فين كذا راح يتصل بالرايت اتيريوم اللي هو النون اكسجينيتد بلاد بالرايت سايد اوف ذا هارت، تمام؟ هسه هاي عرفنا اللي تجيب البلاد للهارت. زين اللي تاخذ البلاد من الهارت اللي يكون oxygenated blood vessel conveying blood away from the heart include aorta. الايورتا اللي يتصل وين؟ اللي يتصل بالليفت ventricle والright and left pulmonary artery. وهذا الright and left pulmonary arteries
هاي الارتريز الوحيدة ايضا اللي يكون البلاد بيها نون اوكسيجينيتد بلاد. ليش؟ لانه هذا بعد ما نجمع البلاد من الجسم كله عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كيفا وجاء للاتيريا للرايت اتيريا، وين راح يروح؟ بالنهاية راح يروح للرايت اند ليفت بولمينري ارتري اللي وين يتصل؟ يتصل بالرايت فنتريكل. اوكي، فهذا وين راح يروح؟ اللي هذا يحمل نون اوكسيجينيتد بلاد، هذا راح يروح لللانز على مود راح يصير الاكسبيريشن حتى يرجع للهارت مره ثانيه وتصير السيركوليشن. زين، the human heart is consists of four chambers. Okay, right and left atria, right and left ventricle, two atriae, right and left, which are separated from each other by internal septum. Okay, right and left atria اللي ينفصلون عن بعض بواسطة ال internal septum. Two ventricle, right and left, okay, which are separated from each other by interventricular septum. تمام، هسه ال two atriae تنفصل عن بعضها بواسطة ال intra-atrial septum. Inter-atrial septum. ال two ventricles تنفصل عن بعضها بواسطة ال interventricular septum. تمام، زين، هسه راح ناخذ ال atriae ونشوفها، وبعدين ناخذ ال ventricles. Cardiac atriae. The atriae have two main functions. شنو هي functions مالت ال atriae؟ They act as receiving chamber of the heart. مثل ما اتفقنا ال receiving chamber of the heart منو هي؟ هي ال two atriae, right and left. تمام. Blood enter right atrium from superior and inferior vena cava. Blood enters left atrium from pulmonary veins. فهسه ال right وال left احنا نعرف ال right side اللي هو right atrium راح يكون non oxygenated blood يجي من عن طريق ال superior and inferior vena cava، وال left side اللي هو left atrium اللي راح يكون oxygenated blood راح يجي عن طريق ال pulmonary veins. اوكي، زين، فهاي هسه ال two atriae راح تستلم ال blood. اوكي، هذا ال right side superior and inferior vena cava اللي هو non oxygenated blood، وال left atrium اللي هو اللي يكون oxygenated blood عن طريق ال pulmonary veins اللي يجينا من ال lung. زين، هاي الفانكشن الأولى اللي هو receiving chamber، يعتبر كreceiving chamber. الفانكشن الثانية they act as pumps اللي هو primary pumps. شلون يعني primary pumps؟ معناها إنه هسه لما راح يجي ال blood اللي هو non-oxygenated blood للright atrium عن طريق superior and inferior vena cava، تمام؟ هذا وين جاء؟ جاء للright atrium. زين، هذا جاء من البادي، شنو راح يصير؟ راح يشكل ك primer bumps، راح يصير بي contraction. زين، من يصير بي contraction هذا ال blood وين راح يروح؟ راح يروح لل right ventricle. بعدين ال right ventricle اللي يتصل بيه شنو؟ يتصل بيه arteries اللي يتصل بيه pulmonary arteries. فمن يصير بي contraction وين راح يروح؟ راح يروح لل lung. اوكي، فما لنا دخل هسه بالفنتركل بعدين نجيها، بس بالنسبه انه شنو معنى برايمر بامز اللي هو يعني اللي يكون الاولي او الابتدائي وكذا، لان الكونتراكشن مالت الهارت راح يبتدي بالاترياي. تمام، زين، الاتريال كونتراكشن طبعا بالنسبه للتو سيركوليشن، للبالميناري سيركوليشن او لل الفول سيركوليشن.
my cell body circulation, okay? Atrial contraction push about 25% of the blood filling the ventricular ventricular diastole. تمام؟ إنه لما يصير للأتريال كونتراكشن بالنسبة للليفت والرايت سايد، لأنه هو بالليفت وبالرايت الكونتراكشن راح يبتدئ بالأتريوم، أوكي؟ فراح يصير أتريال كونتراكشن. من يصير أتريال كونتراكشن راح يندفع البلاد تقريبا 25% من البلاد. وين راح يروح؟ راح يروح للفينتريكل، أوكي؟ هذا خلال الفنتركولار دايستول. لما يكون الفنتركول بحالة دايستول يعني راح يكون بحالة ريلاكسيشن، أوكي؟ من يكون الفنتركول بحالة ريلاكسيشن معناها جا يصير كونتراكشن. منو راح يصير كونتراكشن؟ بالأتريوم. حتى لازم واحد يكون بريلاكسيشن وواحد يكون بكونتراكشن حتى يندفع البلاد. زين، each atrium has protruding auricle that slightly increases the capacity of an atrium so that it can hold a greater volume of the blood. شنو يحتوي؟ يحتوي على auricle. اوكي، شنو وظيفة هاي الاوريكل؟ راح تزيد الكاباسيتي، راح تزيد الكاباسيتي مالت الاتريوم. ليش؟ حتى انه يقدر يستوعب اكبر كميه من الابلاد. الاتيريال وول ميد فروم ماسكولار ريج كولد الباكتينيت ماسل. شنو نوع المسل اللي موجوده بالاتيريال وول؟ من ماسكولار ريج، يتكون ماسكولار ريج. شنو نسميها؟ نسميها الباكتينيت ماسل، اوكي. فهسه الاتيريال وول شنو موجود بي؟ موجود بي باكتينيت ماسل. زين، هسه كملنا من الاتيريوم وعرفنا الفانكشنز مالته. نجي على الفنتريكلز. الفنتريكل ار discharging chamber of the heart. اوكي، right ventricle pump blood into pulmonary artery, left ventricle pump blood into the aorta. ال ventricles راح تتصل بها arteries وهذا منتهين منه. ال right راح يكون non oxygenated blood فيتصل به ال pulmonary arteries. non oxygenated blood حتى يروح لللانج ويصير expiration ويرجع للفنتريكل للاتيريوم للليفت اتيريوم عن طريق البالميناري فينز، وبعدين ما يصير بكونتراكشن يجي للليفت فنتركل. فهذا الليفت فنتركل راح من يصير بكونتراكشن راح يدفع البلاد للايورتا حتى يوزع للجسم. زين، البابيلاري ماسل اند ترابيكولي كاري ماسل مارك فنتركولار وول. اوكي، فهسه الفنتركولار وولز من شنو تتكون؟ تتكون من يعني موجود بها ماسل اللي هي البابيلاري ماسل والترابيكولي كاني. اوكي، هاي النوعين من الماسل. زين، هسه المايوكارديال ثيكنس اند فانكشن. قبل شويه اتفقنا انه المايوكارديال هي اللي راح تنطي الثيكنس للهارت لانه هي الرئيسيه. فالثيكنس مالت اي تشامبرز بالهارت راح تعتمد منه؟ تعتمد على المايوكارديوم. هاي المايوكارديوم التشامبر اللي تحتاج يكون بها كونتراكشن عالي راح تحتاج ثيكنس عالي من المايوكارديوم اللي هي منو نتوقع؟ الفنتركل اكثر من الاتيريوم. ليش؟ لانه هسه الفنتركل اكثر من الاتيريوم. بالنسبه للاتيريوم الثيكنس مالته راح يكون thin wall of the myocardium لانه الكونتراكشن مالته ما يحتاج انه يصير بكونتراكشن عالي. يعني يسوي بوشينج للبلاد المسافه راح تكون قصيره بين الاتيريوم وبين الفنتركل فيحتاج انه يكون الكونتراكشن مالته قليل لان المسافه صغيره. زين،
على العكس بالنسبة للفنتركل، الفنتركل لمن يصير بي كونتراكشن يحتاج انه يصير بي كونتراكشن عالي حتى يقدر يوصل لبلاد الليفت سايد بالنسبة للأيورتا، من يصير بي كونتراكشن اللي حينطل للأيورتا، والرايت سايد اللي يطي للبالميناري ارتري. زين، هسه خلصنا من الفرق بين الاتيريوم والفنتركل. نيجي نقارن بين التو فنتركلز، الرايت اند ليفت. هذا الليفت راح يكون الثيكنينج مالتو اكثر من الرايت. ليش؟ لانه هذا هسه الليفت هذا الرايت، هذا الرايت الثيكنينج مالتو اقل من الليفت. ليش؟ هذا راح يتصل ب البالميناري ارتري، فمن يصير بيه كونتراكشن فيدفع البلاد للبالميناري ارتري حتى تروح لللونج، فاللونج تكون قريبة على الهارت، فما يحتاج انه يصير بيه كونتراكشن عالي. اوكي، هذا بالنسبة للرايت. هذا الليفت اللي منو يتصل بيه؟ يتصل بيه الايورتا. الايورتا راح توزع البلاد للبادي كله، تمام؟ فيحتاج انه يصير بي كونتراكشن عالي. هذا الليفت فنتركل يحتاج انه يكون بي كونتراكشن عالي، فهذا هسه الليفت فنتركل راح يحتاج انه يكون بي كونتراكشن عالي حتى يدفع البلاد المن للأيورتا حتى توصل للبادي كله. اوكي، فراح يكون الثيكنينج مالت المايوكارديوم بالليفت فنتركل اكثر من الرايت فنتركل، وبدوره ان التو فنتركلز يكون اكثر من التو اتيرياي. زين، هسه نقراها. Thickens of myocardium occurs according to the workload of the cardiac chamber and function of the chamber. تمام، فراح شنو تعتمد؟ تعتمد على الوركلود وعلى الفانكشن مالت الجمبر، وسالفناها. زين، الاتيرياي ار ثم وولد ديليفر بلاد تو ادجاسنت فنتركل. شو راح تكون؟ راح تكون ثين، لانه هي راح توصل البلاد مجرد للفنتركل، فما تحت انه المسافه بين التو اتيرياي وبين التو فنتركلز قليله، فما تحتاج انه يصير بيها كونتراكشن عالي، ما تحتاج ثيكنينج. زين، الفنتركلز وول ار ماتش ثيكر اند stronger than arteriae. اوكي، يكون الثيكنينج مالته اعلى وتكون اقوى من الاتيريا، وعرفنا ليش. right ventricle، هذا الرايت فنتركل سبلايز بلاد تو ذا لانج، اللي يكون little flow resistance. هذا بالنسبه للرايت فنتركل، مجرد انه راح يوصل لبلاد المل لللانج، فالثيكنينج مالته راح يكون اقل من الليفت. Left ventricle wall is 3 times thicker than the right ventricle to supply blood to the systemic circulation. Okay, فهذا left راح يكون thickening مالته أعلى من الرايت، أو إنه أكثر من الرايت بثلاث مرات، ثلاث مرات أكثر في السمك مالته من الرايت، لأنه هذا left راح يدفع البلاد للسيستميك سيركوليشن، فيحتاج كونتراكشن اكثر. اوكي، فهذا هسه المقارنه، هذا الليفت فنتركل وهذا الرايت فنتركل. الكاردياك فالف اندر فانكشن، الفور تشامبرز ما راح تكون وحده تسمح للثانيه انه يمر بيها البلاد يعني فري بدون اي تدخلات، يعني ما راح يكون فري السيركوليشن من تشامبرز للثانية، لا، راح يتحكم بها فولز، راح تفصل بين الفور تشامبرز وايضا بين الارتريز، بين الفنتركل وبين الارتريز اللي هو بالنسبة للايورتا وبالنسبة للبالميناري ارتريز. اوكي، يعني اللي يطلع البلاد اللي يطلع من الهارت، اللي ياخذ البلاد للبادي وللونج، بينما اللي تيجي عن طريق الفين هاي متح عن طريق الفينز اللي هي البرمير فين والانفيريور والسوبيريور فينا كيفا، هاي ما تحتاج فولف. اوكي، زين، هسه the human heart consists four valve.
هاي فور فولف وين تتوزع؟ راح تتوزع بين التو اترياي and two ventricle. تفصل موجودة بالرايت والليفت سايد بين الرايت اتيريوم رايت فنتركل، ليفت فنتر ليفت اتيريوم ليفت فنتركل. تمام، هاي اثنين. الاثنين الباقية بين من؟ بين الليفت فنتركل والايورتا وبين الرايت فنتركل والبولمناري ارتريز. اوكي، ذات ان شور يوني directional blood flow through the heart to prevent باقي flow of the blood. يعني هسه اذا نشوف الفانكشن مالت الفولف، ليش موجودة فولف؟ تمام، الفولف الفانكشن مالته مثل ما سولفنا انه حتى ما يكون الفلو مالت البلاد فري، لا لازم يكون بيوني دايركشن باتجاه واحد حتى يمنع الرجوع. يعني هسه مثلا طلع من الرايت اتيريوم راح للرايت فنتركل، هذا عن طريق فولف، فهذا الفولف خلاص من يعبر البلاد بعد ما يرجع اوكي ينغلق الفولف بعد ما يسمح له، بينما اذا رجع البلاد من الرايت فنتركل الى الرايت اتيريوم معناها موجود خلل. اوكي، يعني هذا حاله ديسوردر موجود بها غير طبيعيه. two atrioventricular valve اللي هي two atrioventricular valve موجودة وين؟ بين الاتيريوم وبين الفنتركل، سميها AV valve between the atrii and ventricles to prevent backflow flow into the atrii when ventricle contract. تمام؟ حتى تمنع انه يرجع البلاد من الفنتركل للاتيريوم، لان هسه بالبدايه انه صار كونتراكشن بالاتيريوم اوكي، اللي هو هذا برايمر كونتراكشن، فمن يصير بي كونتراكشن الاتيريوم الفنتركل راح يكون بحاله ريلاكسيشن. تمام، هذا الضغط مالته راح يكون اعلى من هذا، فراح يدفع البلاد من الاتيريوم للفنتركل، راح يكون الفالف يفتح باتجاه واحد، فلح يسمح للبلاد انه يعبر من الاتيريوم للفنتركل. فهسه لما يصير كونتراكشن بالاتيريوم راح يكون بالضغط عالي، والفنتركل راح يكون بحاله ريلاكسيشن، الفالف اللي هو الاي في فالف اللي موجود بين الاتيريوم وبين الفنتركل راح ينفتح باتجاه واحد، يكون اتجاهه على الفنتركل حتى يسمح ان يمر البلاد من الاتيريوم للفنتركل اوكي، فخلاص من يعبر البلاد للفنتركل ينغلق الفالف وبعد يمنع الرجوع مال البلاد من الفنتركل للاتيريوم اوكي، فهسه راح يكون الاتيريوم بحاله ريلاكسيشن. زين، انواع هاي الاي في فالف، ترايكاسبيد فالف lies between the right atrium and right ventricle. التريكاسبيد يعني اللي يكون ثلاثي، هذا التريكاسبيد وين موجود؟ موجود بالرايت سايد، موجود بالرايت سايد بين الرايت اتيريوم والرايت فنتركل اوكي، والثاني اللي هو موجود بالليفت سايد اللي هو الميترال فالف lies between the left atrium and left ventricle. هذا النوع الأول من الفالفز اللي موجود بين ال two atrii and two ventricle AV valve. هذول اثنين، التريكاسبيد موجود بالright side والميترال valve اللي موجود بالleft side. زين، النوع الثاني من الفالفز اللي وين موجود؟ موجود بين ال ventricle two ventricles and arteries بالleft و بالright. شنو نسميه؟ نسميه سيميليونر فالف، اسمه سيميليونر فالف that prevents back flow of blood into ventricle. زين، هسه قبل شوية شنو سالفنا؟ انه مرور البلاد من الاتيريوم للفنتركل عن طريق الاي في فالف. زين، بالنسبة للرايت وبالنسبة للليفت فنتركل اللي هذا راح يروح للبالميناري ارتريز وهذا راح يروح للأيورتا، عندنا أيورتيك فالف وبالميناري فالف، أيورتيك سيميليونر فالف وبالميناري سيميليونر فالف. لما يصير كونتراكشن بال
ventricle. اوكي سواء بالليفت او بالرايت حتى يدفع للأيورتا او للبالمناري. لما يصير contraction بالventricle معناها شنو؟ معناها راح يزيد بي البريشر، راح يزيد بي الضغط، تمام؟ فهذا البريشر من يزيد راح يسمح للفالف انه ينفتح، ينفتح باتجاه واحد يوني دايركشن، ينفتح اما للأيورتا بالنسبة للليت او للبالمناري، للبالمناري ارتريز اللي هو البالمناري فالف بالنسبة للرايت سايد، فينفتح باتجاه واحد راح يمر البلاد من الفنتركل يروح للارتري. بعدين لما يدخل الفنتركل بحالة ريلاكسيشن راح ينسد الفالف فيمنع رجوع البلاد الى الفنتركل مرة ثانية. وخلاص بعد ما يرجع البلاد، اما اذا انفتح الفالف ورجع البلاد للهارت مرة ثانية فهذا موجود به خلل، حالة مو طبيعية. It should be not that the valve open or closed depending on the pressure gradient of the blood on both sides of the valve. تمام، انه تعتمد على البرجر سولفناها. The AV valve open when the arterial pressure become higher than the ventricular pressure or closed when the ventricular pressure become higher than the arterial pressure. هاي هم عرفناها الـ AV valve اللي موجودة بين الـ atrium وبين الـ ventricle، انه من يصير contraction بالـ atrium راح يكون بيها الـ pressure عالي، معناها الـ ventricle بيها relaxation راح يكون بيها الـ pressure قليل، فراح تنفتح الـ AV valve بالـ right وبالـ left فراح يمر الـ blood باتجاه واحد. بالنسبة للـ semilunar valve انت راح تنفتح من يصير contraction بالـ ventricle، تمام يصير بالكونتراكشن فراح تدفع البلاد من الفنتركل راح يروح اما للأيورتا او يروح للبالمناري. فقبل ما الفنتركل بريشر بيكام هاير ذان ذا ارتريال بريشر اند كلوز وين ذا ارتريال بريشر بيكام هاير ذان ذا فنتركل بريشر. اوكي سؤالك معي زين. كاردياك ماسل از ا فانكشنال سنسيشن، شنو يعني functional sensation؟ يعني تشتغل كخلية واحدة. مثلا هسه الخلية الواحدة شلون تشتغل؟ راح تشتغل الكارديك muscle مثله، تعتبر كخلية واحدة. شلون؟ The cardiac muscle is formed of network of a branching muscle fiber. نعرف الكارديك muscle حتكون branching muscle، حتكون متفرعة. Each muscle fiber has separate cell membrane. كل فايبر شنو يحتوي؟ على separate cell membrane. كل فايبر يكون عنده separate cell membrane راح يحيط به على مود يفصله عن الفايبر الثاني، فهذا الفايبر ما راح يتصل ويا هذا الفايبر، لا راح يكون اتصالهم عن طريق بار ثاني، يعني هذا الفايبر ما راح يتصل ويا هذا الفايبر بدون اي شيء، لا راح يكون اتصالهم عن طريق بارسان. هسه نعرفه the site of contact. site of contact يعني الموقع مالت الكونتاكت، الاتصال بين فايبر وفايبر ثاني، end to end، نهاية ويا نهاية، between the different fiber are called intercalated disc. intercalated disc. اوكي فهسه الكونتاكت بين فايبر وفايبر ثانية يكون عن طريق الانتركاليتد ديسك. منو انتركاليتد ديسك؟ اللي هي هاي الأقراص البينية تربط بين فايبر وفايبر ثاني. هسه هذا الفايبر عن هذا الفايبر راح يكون معزول عن طريق separate cell membrane. زين هي بما انه معزولة شلون راح تشتغل كسنسيشيوم كخلية واحدة؟ راح تشتغل كخلية واحدة كسنسيشيوم، هذا الفايبر يتصل ويا هذا الفايبر الثاني عن طريق الانتركاليتد ديسك. Also the membranes of adjacent fiber fuse for considerable distance producing a junction. هسه هاي الفايبرز وهاي الفايبرز تكون محاطة بسيبرستيل ممبرين، فهاي السيلز ممبرين
هاي الممبرين اوف ادجسنت فايبر، الممبرين اللي تغلف الفايبرز راح كنسيدر ذا ديستنس وورد يوزنج، راح يصير بيها فيوجن فيوز وان وذ انذر وان، فيصير بيها فيوجن عن طريق الجاب جونكشن. اوكي، فهسه فايبر يتصل ويا فايبر عن طريق الانتركاليت الديسك، فايبر ويا فايبر عن طريق الانتركاليت الديسك، ممبرين ويا ممبرين عن طريق الجاب جونكشن. These functions provide low electrical resistance from rapid spread of station wave اللي هو cardiac action potential. هاي رح نجيب بعدين عن cardiac action potential، مثلا intercalated disc شنو تفيدنا، gap junction شنو تفيدنا بالcardiac action potential. زين ليش يصير cardiac action potential؟ حتى يولد النبضة، يولد البيت مالت الهارت، حتى يسوي بامبينج للبلاد، هذا خلال الريلاكسيشن والكونتراكشن. From one fiber to another one، من فايبر الى فايبر عن طريق الانتركاليتد ديسك. اوكي، thus the cardiac muscle act as functional sensation and is contract as one unit. اوكي، فمن خلال هاي تعتبر functional sensation تشتغل كخلية واحدة and is contract as one unit. الكونتراكشن مالته راح يكون كوان يونت، يعني انه ما نقدر نعتبر لما يصير كونتراكشن بالاتيريوم ويخلص يصير بي ريلاكسيشن حالة دايستول، بعدين يعبر من يعبر البلاد يعني للفنتركل، راح يصير بالفنتركل كونتراكشن حتى يدفع للارتريز او للبولمناري ارتريز او للايورتا. فهاي كلها تصير خلال ثواني، تمام؟ هذا الكونتراكشن كله يصير خلال ثواني، يعني 0.1 او 0.2 ثانية، هذا اللي راح يوصل بين الكونتراكشن مالت الاتيريوم والكونتراكشن مالت الفنتركل. فلذلك الوقت اللي يفصل بين الكونتراكشن مالت الاتيريوم والفنتركل راح يكون جدا قليل، لذلك نعتبر العمل مالت الكاردياك مسل كفانكشنال سنسيشن كخلية واحدة. اوكي، لانه ما نقدر نفصل بين الكونتراكشن مالت الاتيريوم والكونتراكشن مالت الفنتركل. فهذا اتفقنا انه فايبر ويا فايبر، هذا فايبر كامل يتصل ويا هذا الفايبر عن طريق الانتركاليتد ديسك، انتركاليتد ديسك، وممبرين ويا ممبرين عن طريق الجاب جانكشن. هاي الجاب جانكشن. كاردياك ماسل اس فانكشن سنسيشن. The human heart consists two separate sensations اللي هي الاتيريال سنسيشن wall of two اتيريال and ventricular sensation wall of two ventricle. اوكي، شنو هي السنسي عنده تو سنسيشن اللي هي الاتيريال سنسيشن، هاي الوول مالت الاتيريال تو اتيريال، والفنتركلر سنسيشن اللي هي الوول اوف تو فنتركل. The two sensations are completely separated by a fibrous ring called a V ring which prevents passage of excitation wave from one sensation to another one. Okay, فهسه هاي sensation two sensation اللي هي الاتيريال sensation والventricular sensation راح تكون واحدة مفصولة عن الثانية، يعني اتصال هاي واتصال هاي ما راح يكون مباشر. الاتيريال sensation والventricular sensation ما راح يكون الاتصال مالته مباشر، واحدة معزولة عن الثانية. Completely separated بواسطة شنو؟ بواسطة fibrous ring. شنو نسميها؟ نسميها AV ring. هاي راح تمنع الباسج او الدايركشن ويف، راح تمنع الويف انه تمر من خلال الاتيريال سنسيشن للفنتركولار سنسيشن. اوكي، therefore there is a special conducting system
and the special conducting system for its transmission of excitation wave from anterior sensation to the ventricular sensation. So مثل ما اتفقنا انه الاتيريال سنسيشن تكون completely separated from the ventricular sensation عن طريق الفيبروس رينج اللي هي الاي في رينج. فراح انه يكون العبور مالتي الوايف خلال الاكشن بوتنشال بين الاتيريوم والفنتركل راح يكون منظم. اوكي the heart is two pump in series. The heart is two pumps in series, right and left side. راح نوصله الى right و left. ليش؟ لان oxygenated blood و non-oxygenated blood فراح يكون الرايت مفصول تماما عن الليفت، لانه الرايت سايد راح يكون ان اوكسجينيتد بلاد والليفت سايد راح يكون اوكسجينيتد بلاد that are connected by pulmonary and systemic circulation. اوكي فهسه الرايت والليفت سايد وحده راح تكون مسؤوله عن البالمناري سيركوليشن والثانية راح تكون مسؤولة عن السيستميك سيركوليشن. البالمناري سيركوليشن هاي نعرفها انه هي شنو النون اوكسجينيتد بلاد والسيستميك اللي راح تروح لللانج والسيستميك سيركوليشن راح تكون اوكسجينيتد بلاد اللي راح تروح للبادي على مود تزوده بالاكسجين. زين in the human body the blood circulation the blood circulates with the CVS into circulation pulmonary or systemic. The pulmonary or lesser circulation, systemic or greater circulation. لح ناخذ pulmonary circulation. Pulmonary circulation ومين تبدي؟ أو lesser circulation. It starts from the right ventricle and it ends in the left atrium of heart as follow. تبدي من الرايت فنتركل يصير contraction بالرايت فنتركل راح يروح النان اوكسجينيتد بلاد للبالميناري ارتريز للبالميناري ارتريز من يصير contraction بالرايت فنتركل يزيد البرازر بي ينفتح الفالف اللي هو البالميناري سيميلونار فالف راح يروح لبلاد للبالميناري ارتريز يروح لللانج يصير الكاسيك ستريند بعدين راح يرجع من اللانج المن للليفت اتيريوم عن طريق البالميناري فين. زين the blood is bound from the right ventricle to the pulmonary artery to the pulmonary capillary where exchange of O2 and CO2 occur between the blood and the air in the alveoli of the lung. اوكي هاي العملية تصير باللانج اللي هي gas exchange. The blood is then collected by pulmonary vein. تمام هذا هسه صار oxygenated blood راح ينجمع عن طريق البالمناري vein وين يجي للليفت اتيريوم which carry the blood to the left atrium of the heart. تمام؟ زين. The blood then passes from the left atrium to left ventricle where systemic circulation begin. هسه بعد ما جاء البلاد الاكسجينيتد بلاد عن طريق البالميناري فينز وين جاء للليفت اتيريوم راح يصير contraction بالاتيريوم. تمام؟ هذا بالليفت سايد. اذا راح ينفتح الفالف من يصير contraction بالليفت اتيريوم معناها راح يزيد البرازر بي فراح ينفتح الفالف اوكي اللي هو المترال فالف راح ينفتح باتجاه الفنتركل فراح يروح هسه الليفت فنتركل ليفت فنتركل راح تبدي السيستميك سيركوليشن بعدين راح نشرحها. زين هسه بدا من الرايت فنتركل هذا الرايت فنتركل صار بكونتراكشن وين راح للبالميناري ترانك بعدين بالميناري ارتريز بعدين بالميناري ارتريز فهسه راح من الرايت فنتركل للبالميناري ارتريز عن طريق منو البالميناري سيميليونار فالف بعدين للبالميناري كابيلاري هسه راح لللانج صار الغاز اكستشينج باللانج راح يرجع عن طريق البالميناري فين وين يروح للليفت اتيريوم وين ينتهي بالليفت اتيريوم. تمام فمن يصير كونتراكشن بالليفت اتيريوم وين يروح هسه ها بدت هسه السيستميك اورجنيتر سيركوليشن. زين
left atrium صار بي contraction مثل ما اتفقنا. من هو انفتح المترال valve راح لل left ventricle. اوكي هسه ال left ventricle راح يبدي من ال left ventricle manual systemic circulation. تبدي من ال left ventricle and end the right atrium of the heart. راح يصير contraction بال left ventricle. اوكي left ventricle راح يزيد ال pressure بي. راح ينفتح الفالف اللي هو من هو aortic سيميليونر فالف. وين راح يروح للبلاد اللي هو الاكسجينيتد بلاد؟ راح يروح للايورتا. تمام راح يروح للايورتا. الايورتا يوزع للاول بارتس اوف ذا بادي. راح يصير الغاز اكسجين بينه وبين الخلايا وكذا. وين راح تنتهي؟ راح الفينز راح تجمع النان اكسجينيتد بلاد تجمع وتنتهي وين؟ بالسوبيرر اند انفيرير فينا كيفا. سوبيرر اند انفيرير فينا كيفا راح تجمع البلاد وين تجيبوه؟ للرايت اتيريوم. اوكي فهسه بدا من اللايت فنتركل اجا للرايت اتيريوم. The blood is pumped from the left ventricle to the heart to the aorta. Okay, then a nutrient are given to the tissue cell on CO2 and waste of product of metabolism are taken from the مثل ما عرفنا ببداية انه الهارت راح يكون مهم جدا. البامبينج مالته مهم جدا وين؟ بالميتابوليزم. ليش؟ لانه هسه الخلايا من تسوي ميتابوليزم اتفقنا انه تحتاج الاكسجين فراح تنتج لنا CO2 وتنتج لنا الوايست برودكت اوف ميتابوليزم. فهي من الغاز اكسجين اخذت له الارتري الارتريز اخذت له الاكسجينيتد بلاد. بعدين ما صارت عمليه الغاز اكسجين بين الارتريز او هي الكابيلاريز وبين السيل. فهسه راح ترجع عن طريق الفينشن ويرجع CO2 والوايست برودكت مالت الميتابوليزم. هسه جبتها الفينز وين راح تاخذه؟ راح تاخذه للسوبير انترفيرن بينا كيف. وين تنتهي؟ تنتهي بالرايت اتيريوم. The blood is collected from the capillaries by the venule to the vein to the superior inferior vena cava which carry blood to the right atrium of the heart. فهسه انتهت ال systemic circulation. ومرة ثانية راح تنعاد. وين تنعاد؟ تنعاد ال pulmonary circulation. وبعدين تنتهي وتبدأ systemic circulation وهذا ثابت. فهسه left ventricle للأيورتا systemic arteries systemic capillaries systemic veins superior and inferior vena cava and in the right atrium. اوكي زين هسه عندنا the two circuits are arranged in series اللي هو the output of one become the input of the other. Arranged in series, two circuits are arranged, output و input. Output اللي راح يطلع من الهارت يطلع البلاد اللي يطلع. أما الانبوت البلاد اللي راح يجي للهارت. This allow the whole blood volume to carry out its respiratory function more efficiently. As blood goes once through the systemic capillary and once through the pulmonary capillary. Okay, اللي راح تروح للsystemic capillaries هاي بالsystemic circulation راح تنطل للcells مالت البادي. البالمناري capillaries هاي خلال الغاز exchange اللي راح يصير باللانك هاي خلال البالمناري circulation. Thus, both ventricle must pump the same volume of the blood during any significant time interval because زين هسه شنو معناها انه لازم الرايت والليفت ventricle يسوي بامب للسيم فوليوم اوف ذا بلاد سواء الرايت سايد الرايت ventricle اللي يروح للبالميناري والليفت فنتركل للبالميناري ارتريز والليفت فنتركل اللي يروح للايورتا. ليش لازم انه السيم فوليوم اوف ذا بلاد؟ لانه هذا بالنسبه للرايت فنتركل اللي راح ينطي بلاد للبالميناري ارتري واللي راح يروح لللانج. نفس هذا البلاد اللي راح لللانج راح يرجع وراح يروح
للبادي، اوكي؟ فلازم يكون the same volume. Then because of series arrangement of systemic and pulmonary circulation. تمام؟ اتفقنا انه نفس كمية البلاد اللي راحت لللانج عم يصير بيها غاز اكستشينج راح ترجع للهارت مرة ثانية حتى يعطيها للبادي، فلازم تكون نفس الكمية. And the right pulmonary blood flow. Pulmonary blood flow اللي هي من the right side. Output. هذي output. فالoutput من هو pulmonary blood flow. Must equal systemic blood flow. Left side output. وعرفنا ليش. Parallel distribution to organs. هذا شون يكون parallel؟ يعني شون يكون متوازي؟ هو من راح يطلع البلاد من راح يطلع من الهارت عن طريق الأيورتة. هاي الأيورتة راح تتفرع، أوكي؟ راح تتفرع. هاي التفرعات راح تأخذ كمية مثلا للجي آي تي، كمية للرينال، وهكذا بالنسبة لباقي الأجهزة. فهذا راح يكون parallel، وكل واحد يحتاج كمية معينة. كل واحد من هاي السيستمز راح يحتاج كمية معينة، فإنه الهارت يطلع فقط عن طريق الأيورتة. الأيورتة هي اللي توزع عن طريق البرانشز مالته، أوكي؟ فهذا معناه إنه يكون parallel monitor plot. Although the right and left side of the heart are connected in series, the various systemic organ receive blood flow through parallel distribution channels. This parallel arrangement supplies systemic organ with blood that has the same arterial composition. For example, the same O2 and CO2 tension, pH, glucose level, and so on, and essentially the same arterial pressure. Okay, فمثل ما اتفقنا انه راح تطلع عن طريق الأيورتة وتتوزع على الباقي البارس مال الجسم. فهذا يقصد بالبارال، هذا اللي يقصد بالبارال، معناها انه البلاد طالع بنفس البي اتش، بنفس السي او 2، بنفس الاو 2، بنفس الجلوكوز، بنفس البريشر، اوكي؟ فهذا معناه البارال. الكورونري سيركوليشن. هسه احنا عرفنا التو سيركوليشنز اللي هي البالمناري والسيستميك. زين هو الهارت اللي راح يغذي الكل، هو ما يحتاج للبلاد، ما يحتاج للأكسجين، هو مثل باقي الخلايا راح يصير بي ميتابوليزم، يحتاج أكسجين وراح يكون CO2، يكون ويست برودكتس، فأيضا يحتاج السيركوليشن تكون خاصة به، فنسميها الكوروناري سيركوليشن. فعنده فيزلز خاصة بالهارت نفسه، فهي تعطي أكسجين وتأخذ منه CO2 والويست برودكتس. Okay, blood in the heart chamber doesn't nourish the myocardium. For this reason, the myocardium has its own network. تمام؟ عنده own network، عنده شبكة خاصة بها من the blood vessel، نسميها coronary circulation. Coronary arteries و coronary vein و coronary sinus. زين، coronary arteries، left and right coronary arteries apparent from ascending aorta. مين تجينا ال right and left coronary arteries؟ من ال ascending aorta. And supply oxygenated blood to the myocardium. اوكي، هاي ال arteries تحمل oxygenated blood، هي اللي راح تغذي المايوكارديوم. زين، هسه اخذت ل oxygenated blood، فاشتغل الهارت وكذا، سوى ميتابوليزم، فالناتج مالته راح يكون CO2 وراح يكون الويست برودكت مالت الميتابوليزم، فيحتاج انه ينقله عن طريق الفينز، coronary veins. A blood collects carbon dioxide and waste from myocardium and then move into coronary vein. اوكي، فهي عن طريق الكورونري فين راح تجمع الكربون دايوكسيد والويست برودكت. الكورونري ساينس، most of the oxygenated blood from the myocardium drain into the large vascular sinus.
called coronary sinus, where the deoxygenated blood in the coronary sinus enters into the right atrium. The right atrium اللي يحمل non-oxygenated blood. فالveins, the coronary veins اللي تجمع non-oxygenated blood من المايوكارديوم وين راح تفرغ بالكورناري ساينس. هاي الكورناري ساينس راح تفتح على الرايت اتيريوم, راح تفرغ المحتوى مالته اللي هو يكون اوكسجينيتد بلاد بالرايت اتيريوم. تمام.